زي ما بدايتك كيف بدأت؟ في البداية صراحة أنا بدأت يعني طبعا زمان قبل أيام الصحوة وكذا، فكان ما في معاهد، ما في كان في أصدقاء لي مقربين، منهم الدكتور الله يرحمه الدكتور محمد أمين قاري، كان من أول من سمعت منه آلة الكمان صراحة، حب يعني أذكر أقول أترحم عليه، و الله يرحمه بصراحة هو من أول من شدني لآلة الكمان، دكتور كبير وهذا، فبدأت يعني تقريبا هو أول من سمعت منه آلة الكمان وعشقتها، وبعدها بديت تتحمس أنك أنت تبدأ مشوارك مع هذه الآلة الحلوة. طيب قد إيش التدريب بياخذ منك وقت؟ في البدايات كنت تتدرب أكيد وقت طويل جدا، هي الآلة يعني هذا أهم شيء فيها، يعني أول 4-5 سنوات تمرين مكثف جدا، يعني توصل 4-5 ساعات في اليوم عشان الواحد يقدر في الفترة هذه ممكن يعزف يعني يتقن أغنية نظمية بشكل معقول يعني. جميل جدا. لاحظت وأنت بتلعب الكمان كأنه الإحساس مع الآلة، هل يعني هل هذا مرتبط دائما الأحاسيس، يكون مثلا اللي حابب يلعب كمان مثلا يكون يعني الأحاسيس يكون مركز في التونز حقت بالضبط، إيش السر ورا اللعب الفنان هذا، إيش السر؟ لأنه الآلة هذه يعني تعتبر من أصعب الآلات يعني في علم الآلات. علمنا إحنا ما نعرف ترى. إيه لأنه تعرف أنت آلة صغيرة، خشبة صغيرة. صحيح. والمساحة صغيرة، فشيء بديهي يكون الموضوع صعب إنه واحد يتحكم بكل النوت وكنترول بشكل دقيق، فيبغى لها تمرين طويل، ساعات طويلة عشان تبدأ المخ يستوعب والأعصاب إنه هنا التون وهنا العرض. فهي ومن شروطها إنه الواحد عشان يتقن الآلة هذه لازم يكون هو بحيث صح التعبير هو والآلة واحد. حسيت أيوة. لازم يصير واحد، حسيت تعلقك مدى بالآلة وبالنوتات وانت بتعزف مرة، يبغى لها تركيز يمكن اكثر.